رمضان يرقص ويغني هو وزوجته في عيد ميلاد بنتهم كنز بحضور نجوم الفن ولقاء الصداقة مع نجيب ساويرس. احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته كنز بعامها السابع وشارك جمهوره بفيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام احتفاله هو وزوجته وعدد كبير من الفنانين بعيد ميلاد ابنتهم الصغرى ورقص وغناء محمد رمضان وزوجته وأولاده بفرحة عيد ميلاد كنز والتقاط صور كتيرة جدا مع أسرته والفنانين وعلى رأسهم الفنانة زينة وشقيقتها ياسمين الذي تجمع بهم صداقة قوية جدا. وكتب على الفيديو معلقا: ده سابع عيد ميلاد لحبيبتي كنز محمد رمضان، آخر عنقود أبنائي، ربنا يحفظها ويرعاها هي وإخواتها وأطفالكم جميعا. وأمس كانت حفلة محمد رمضان في الساحل الشمالي وبوجود رجل الأعمال نجيب ساويرس ألقى محمد رمضان عليه التحية قائلا: سر صداقتنا أنا والمهندس نجيب ساويرس إننا إحنا اتنين مصريين وإحنا اتنين جوزائيين واتنين صعايدة، أنا فخور جدا بيه وبكل مصري ناجح. وعلق على الفيديو اللي شاركه على حسابه وقال: أنا بتشرف بصداقة المهندس نجيب ساويرس، دم واحد ووطن واحد ورب واحد. جوزائيين زي بعض واتنين صعايدة زي بعض واتنين رجالة، أنا بتشرف بصداقة وقوتك، وأنت مش مستناك يا زميل والله، أنت فخر لكل مصر، يعني أنت منذر ناجح منذر ناجح، دم واحد ووطن واحد و ورب واحد طبعا طبعا حبايبي. شكرا شكرا.